الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وجنبنا الباطل برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات. وبلطفه تستر العيوب والسلات. الحمد لله الذي امات واحيا ومنع واعطى وارشد وهدى واضحك وابكى. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ايها المؤمنون، حديثنا معكم في هذا اليوم المبارك حول ظاهرة من ظواهر متعددة موجودة في مجتمعنا. هذه الظاهرة تتعلق بحق الطريق، وهي ظاهرة افتراش بعض شبابنا الطرق والأرصفة. هذه الظاهرة في حالة ازدياد وانتشار. كل مجموعة من شبابنا الأعزاء تبحث لها عن زاوية مناسبة من زوايا الشوارع وتجلس فيها، تقضي وقتها بالحكايات المختلفة وممارسة بعض الألعاب المحللة أو المحرمة، والاشتغال بتنظيف وتلميع السيارات أو بالتسابق في السيارات. عندما نتعرض لهذه الظاهرة لا نعني أحدا بعينه، ولا نريد أن نشهر ونسقط أحدا أو نحط من شأن أحد. هدفنا قول الكلمة الطيبة التي تريد الخير والسمو والعلو لأبنائنا من خلال الالتزام بآداب الطريق ومقرراته وسننه. ونريد أن نستشعر خطورة مثل هذه الجلسات ومحاولة التصدي لعلاجها بأحسن الأساليب. ولهذا أطلب منكم أيها المؤمنون المسامحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نهى الرسول صلى الله عليه وآله والذكر الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد. في الطرقات بما فيه من المشاكل التي لا تخفى علينا، وتعرض إلى بعض عقوق الطريق. أولا: غض البصر. الطريق عادة معرض لمرور النساء، ولعل الرجل الجالس في الطريق لا يمكنه أن يغض طرفه فيقع في الحرام، فمن أراد الجلوس فليضمن هذا الحق. ثانيا: كف الأذى. أن يمسك الجالس جوارحه عن أذية المارة، فلا كلام سيء شتم أو سباب، ولا غيبة ولا استهزاء ولا سخرية، لأن الطريق يمر فيه أجناس من الناس. فإذا ضمن الجالس أن لا ينال أحدا حق له الجلوس. ثالثا: رد السلام. الجالس معرض لكثرة السلام عليه، فواجب عليه أن يرد السلام ولعله يعجز، فإذا لم يرد يؤثم، فمن أراد أن يجلس فليضمن هذا الحق. رابعا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطريق عادة ما تقع فيه المنكرات والمخالفات، والجالس في الطريق سوف يرى ذلك، فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن أراد الجلوس فليضمن هذا. هذه بعض حقوق الطريق. إذا تمكن الإنسان المسلم من الالتزام بها حق له الجلوس، وإلا فالواجب عليه أن يختار مكانا مناسبا حتى لا يقع في المخالفات الشرعية والمشاكل التي لا يحمل عقباها. وأما ما يختص بجلسات الشباب على الأرصفة والملاحظات عليها، أولا:
النهي الوارد في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله يشمل هذه الجلسات والكثير منها فاقد لهذه الشروط. ثانياً، تشمل هذه الجلسات على ممارسة بعض الألعاب المحرمة كالورع وغيرها. ثالثاً، تستخدم الألفاظ البذيئة بين الجالسين تصل إلى حد شتم الوالدين بل والدين. رابعاً، تجر هذه الجلسات إلى عادات سيئة وقبيحة كالتدخين والمظاهر الشادة سواء في اللباس أو الشعر وغيرها من التصرفات السيئة. خامساً، هذه الجلسات تجعل الإنسان يألف المعصية والمنكرات التي يراها باستمرار أمام عينيه وربما تحدث بها وأشاعها. سادساً، هذه الجلسات تعود الإنسان على البطالة وكأنه لا التزامات ولا واجبات ولا هموم أخرى تتعلق بدينه وأهله ومجتمعه. سابعاً، هذه الجلسات هي الأماكن من الخطورة بمكان، فلربما انحرفت سيارة فأتت على الجالسين، وربما هذه الجلسات شغلت نظر السائقين فوقعت بهم في حوادث خطيرة ومروعة. ثامناً، في هذه الجلسات إهدار للوقت الذي هو أثمن شيء عند الإنسان. ما هو العلاج؟ مسؤولية الأسرة في بيان خطورة الجلسات في الطريق وعلى أرصفة الشوارع، التوجيه الصحيح لاختيار المجالس المربية والمفيدة كالحضور في مجالس الذكر والمجالس الحسينية والمحاضرات الهادفة. الانفتاح عليهم والتوجيه إليهم واستقطابهم، وذلك بوضع بعض البرامج التي تتناسب مع تفكيرهم مع رعاية الضوابط. ينبغي للمراكز الدينية والثقافية والاجتماعية دراسة هذه الظاهرة دراسة وافية ووضوع الحلول المناسبة التي تحد من انتشارها وتوجيهها التوجيه السليم. أيها المؤمنون، هناك شكاوى ضد أبناء القرية فإنهم يتراشقون بالحجارة فيما بينهم باستمرار، وربما لا سمح الله أصابت أحدهم في عينه أو أصابته إصابة خطرة، كما أن هناك بعض العمال الآسيويين اشتكى من هذه الظاهرة. وأنا أقول بلغ السيل الزبا. لقد تكلمنا عن هذه المشكلة في المسجد مرارا، ولكن لا جدوى ولا فائدة. وأنا أقول السبب الرئيسي في ذلك أن الكثير من الآباء لا يصدق عما يقال في حق ولده. يقال له ولدك قذف حجارة على جيرانه أو في مكان كذا أو كذا، الجواب إن ولدي لم يفعل. إذن من الذي رمى وقذف الحجارة؟ قال فلان وفلان، وولدك لا. وهنا تكمن المشكلة، كما أن صاحب البيت أو المزرعة الكائنة في المرخ التي هي شمال إسكان القرية اشتكى عدة مرار من رشد بعض أبناء القرية لمزرعته وبيته، وكادت أن تقع حجرة في عينيه وتكلمنا، فما من نتيجة ترجى؟ أين الآباء وأولياء الأمور عن هذه الظاهرة؟ أتمنى من الآباء والإخوان والأخوات أن لا نتعامل مع هذه الظاهرة بالسذاجة والتساهل، وربما جرت إلى مشاكل كبرى. من هنا لا بد من الاستيقاظ والالتفات لما يجري حولنا، ولا نشتغل بشيء ونغفل عن شيء. لا بد من العيون أن تتفتح على كل الأمور، وذلك من أجل سلامة مجتمعنا من جميع الآفات وخصوصا الأشبال الذين هم ثروة للمجتمع. أيها المؤمنون، احفظوا الله في فروضه وحدوده وعهوده،
يحفظكم في دينه وفي دينكم وأموالكم وأنفسكم. كونوا مع الله يكون معكم في حلكم وترحالكم وسكناتكم، في حركاتكم، في يسركم وعسركم، في قوتكم وضعفكم، في غناكم وفقركم. جاهدوا أنفسكم وجاهدوا الأخلاق المردد الملتوية بالنصيحة وبالحكمة والموعظة الحسنة، في ذلك دليل الإيمان. عباد الله، الأعياد في الإسلام تبدأ بالتكبير وتعلن للفرح النفير، ليعيشها الرجل والمرأة ويحياها الكبير والصغير. أعيادنا تهليل وتكبير، إذا أدلنا كبرنا الله، وإذا أقلنا كبرنا الله، وإذا دخلنا في الصلاة كبرنا الله، وإذا ذبحنا كبرنا الله، وإذا ولد المولود كبرنا الله، وإذا جاء العيد بالتكبير استقبلناه وقلنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إنه تنفيذ لتوجيهات الله، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، فلنجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور كما أراد الله لهذا اليوم، حتى ولو كنا في أصعب الأوقات وأدقها. فالعيد هو فرصة لتدقق الأمل في قلوب أحبطها اليأس، ونفوس أحاط بها القنوط، والنفس الحادة تحتاج إلى قدر من الفرحة والبهجة. فابتهجوا بعيدكم، ابدأوا بإدخال الفرح والسرور على أهليكم وأطفالكم، أحيطوهم بكل الحب، أشعروهم بالعيد وبتميزه عن بقية الأيام. عيشوا معهم العيد، وبادلوا عبارات التهاني والمودة والوفاء والبر والاعتراف بالجميل. افتحوا أبوابكم واستقبلوا إخوانكم وأخواتكم، أفشوا السلام وصلوا الأرحام، تواصلوا حتى مع أهل القبور من الأقارب والأحبة زيارة وقراءة للقرآن، ودفعا بالصدقات عن أرواحهم والاستغفار لهم. وحافظوا على المشهد الجميل الذي دأب عليه الأهل والأجداد يا نهار العيد، حيث يرى الجهود في حركة دائمة، والأقارب يمر أصغرهم عند أكبرهم ليقوم بواجب العيد، والناس تصفو قلوبها بعضها على بعض. كما أن نذكر إخواننا في السجون والمعتقل، لا تنسوهم هذا اليوم من الدعاء والفرج لهم. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم عيدا حقيقيا على الأمة، وأن يؤيدها بالنصر المؤزر. آمين رب العالمين. اللهم بارك لنا في يوم عيدنا، فطرنا وأضحانا، واجعله من خير يوم مر علينا، واغفر لنا فيه ما خفي من ذنوبنا وما أعلن، وكل عام وأنتم بخير. أسعد الله أيامكم، وأفرح من يصلي على محمد وآل محمد.